السلام عليكم، تحياتي الاخوان ديالنا، تحيه كبيره لكم. شكرا 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 كيف ما العاده. تحياتي، مرحبا بالاخوان الجدد، مرحبا والف مرحبا. بسم الله على بركه الله، نمشيو السؤال ديريكت باش ما نطولش على خوتي. على بركه الله رئيس عبد، يعني حنا كنحاولوا بما امكن ما نديروش فيديو طويل باش ما يكونش ممل للاخوان وما ياخذ لهمش واحد الوقت كثير. اول حاجه تحياتي لكم، معكم الرئيس ابراهيم، تحيه من الحداده. الحداده كما القاعده. السؤال ديال الرئيس الفا امين تيقول: ربي يحفظك الرئيس عبد الاله وربي يوفقك، الى كان ممكن معلومات عن علو الموج المناسب للصيد من الشاطئ وشكرا. شكرا خويا امين، شكرا بزاف بزاف بزاف، تحياتي ليك، تحيه متبادله خويا امين، وشكرا الله يحفظك، وشكرا كاع اللي كيساهم معنا في هذه القناه، وشكرا كاع اللي كيدير جيم، شكرا بزاف، الله يحفظكم، شكرا. خويا امين، سؤال مهم هذا بالنسبه للعلو ديال المواج في لابلاج، يعني العلو المناسب للصيد بالقصابه في هاد لابيريود هادي اخويا امين، يعني ما كاينش علو ديال الامواج، تيكون في هاد الوقيته تيكون البحر دائما داير عقلو، يعني تصيد دابا مرتاح في هاد الاوقات هادي، حتى لا طلع البحر كيطلع واحد اليومين وكيعاود يهبط. هذا ماشي هو السؤال ديالنا، او السؤال ديالنا هو العلو المناسب. هانت اخويا امين، المصيد هو اللي كيحدد العلو المناسب اللي غادي تصيد به. الا كان المصيد حافر، اسمعني مزيان خويا امين، هادو معلومات راه حنا كنتقاسموهم مع الاخوان ديالنا وكلشي باش يفهم اشنو. الا كان المصيد حافر، يعني حافر فيه فندق في الكوشطه، يعني ويدان كبار، فارق كبار، هنا العلو ديال الامواج واخا يكون زايد شويه، يعني واخا يكون فايت جوج المتر ما كياثرش. علاش؟ لان كاين الفندق هو اللي كيمتص داك العلو ديال الامواج، ما كيخليهمش كبار. هذه وحده. ثاني حاجه خويا امين، الا كان المصيد رادم، الا كان المصيد رادم، هنا الا كان البحر داير غير متر وستين متر وسبعين ما يخليكش تصيد، كيبانوا لك العلو ديال الامواج كبار. علاش؟ لان كاين داك الردم، وداك الردم هو اللي كيخلي البحر يبان يعني كثير. هذه مفهومه خويا امين. وهنا غنضيفوا عليها لا بيريود دي فاغ او الرصه، يقدر يكون البحر جوج المتر او فما فوق وتكون الرصه طايحه بزاف، او لي بيريود دي فاغ طايحين بزاف. هنا بهذا المفهوم حنا تنقولوا البحر كيخلي، يعني واخا يكون رادم شي شويه غيخلي، لان لي بيريود دي فاغ طايحين، الرصه طايحه. والا كان العكس، يكون البحر مثلا متر 40 متر 50 يعني مزيان، ولي بيريود دي فاغ طالعين 17 18، هنا تيبان لك البحر كانه راه اكثر من متر، اكثر من 2 متر. علاش؟ لان الرصات كتاه، بيريود دي فاغ عاليه بزاف. تحاول تفهم، الا كان المصيد حافر واخا يكون العلو ديال المواج فايت 2 متر راه غيخليك تصيد البحر، يعني حافر 2 متر ما كتبانش فيه، كيمصها ديك الفوندو اللي كاين، كيمص داك العلو ديال الامواج. والا كان البحر رادم راه واخا يكون غير متر 40 متر 20 وكتبان لك انها فوق 2 متر. نتمنى من الله الفكره تكون وصلت، وتحياتي ليك خويا، وشكرا على هذا السؤال المهم اللي حنا جاوبنا عليه وتقاسمنا المعلومات مع الاخوان ديالنا، شكرا. ورقم الهاتف كيف ما العاده 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. تحياتي لكم وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا بزاف.